اليوم حبايبي اليوم عنا رعب وشي باللوز. جهزوا لي حالكم يا ستير، اليوم راح نشوف يا اخي رعب. شو يا اخي؟ يلا عنا مثل الرعب شباب. هلا وحبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. عندكم يوم مقطع جديد يا ستير مثل ما انتم شايفين. عنا اليوم متجر رعب حبايبي. قبل ما نبلش بهذا المقطع حبايبنا، بوسات لكم، ولا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يعني ناس مثل ما انتم شايفين نفس الوقت عنا اليوم الشباب يعني سكنين رقصات. شو في كمان؟ وين جواز؟ وين جواز؟ فرجونا جواز معنا. معنا هنا هي الهمبرجر معلم، شطه همبرجر اوكي. وهذا بنطال المو همبرجر معلم، اللي بيساوي الهمبرجر بنطال يساوي الهمبرجر. وهي بطاقه حاضنة حبيبي والله. اوكي خلينا نشوف المزيد، نضرب قطعه على المزيد. عندنا شباب هالجوايز، رقصة دي جي حلو. كثير من البجات حبايبي. طبعا شباب بالنسبه للبجات شباب راح احكي لكم شيء. مثال اللي ما عنده مثلا هيك سكنات من هالسكنات، دائما تصدقوني يا جماعه هالبجات يعني انت وحظك، يعني فهمتوا علي شلون؟ يعني مرات معلم مثل ايكل دراجون، مرات بتفتح الصندوق يجيك صندوق وتفتحه يجيك دايم وضعك باللوز. ليك حبيبي ما بتعرف الشباب، دايما بنزل المقاطع الاحداث الصباحي، يعني دايما قهوتي تكون جاهزه. حط لايك، بس انا قهوه وحط لايك. يلا حطيت لايك خلاص. اوكي يلا نكمل. اوكي شباب حان وقت الوضع الشباب مثل ما انتم شايفين. عندنا خمس لفات ب 100 جوهره معلم، واحد لفة عليها خصم 40% حبيبي والله. بس لك راح ناخذ الخصم اول شيء معلم، راح ناخذ جد الخصم. تعال هون. اوكي مبين من اول معلم حسبط. لفة الثانية معلم، اوه خلونا في تخفيض كل لفة. والله ما اعرف يا جماعة، يا جماعة بيض. اوكي حان وقت الضرب شباب، اللي هي خمس لفات نقول بسم الله. لا تذكروني مره اخرى، ما بدي تذكروني معلم، بعرف انا بضرب على عشي. اوه صندوق فالكو هذول. اوكي 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 شباب خلينا نشوف حظنا اليوم معلم. اوكي باك جات وما باك جات، نص صناديق وما ول شو هي؟ بما انه شباب وصلنا عدد معين من وصلنا لمراحل الكبسات هذول اللفات، رحت ناخذ شيء. طب شباب شو راح اخذ انا؟ ناخذ هل انت انا بدك هذه العصب الفارس رقم الشراء. اوكي ما انا بعرف انه عندي كريت، ما في مشكله. اوكي نضرب نشوف الحظ معنا كيف راح يكون. متجر رجعت المحارب. اوكي هوبا يا جماعه، طلع سكيل بريت. وين؟ طول بالك. وين رايح؟ انا يا جماعه طولوا بالك. تعالوا 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 نشوف السكن البنت يا شباب. ويل وينو؟ وين؟ بلوش ماشي الحال. نرجع لكم كمل الحرق، كمل حرق الحدث شباب. وينو هذا؟ وين هذا الحدث هذا معلم؟ وين راح الحدث؟ وال هذا وين متجر معلم؟ اسطوري حلو. ادخل شوف حظ هذا السكين. شوف هذا السكين حمد جد، يعني الراس يعني شوف القناع تبعه معلم، ما اعرف شو الافكت تبعه، بس لكن نشوف شوف حظنا معلم. اوكي معلم هيك وصلنا شباب. هون عم بيقول لنا بعد 15 لفه بيجينا تخفيض لمده ربع ساعه 40%، يعني فهمت علي كيف؟ يعني باللوز هذا شو عجب عنه اخسر انا جبت السكين قبل ما اوصل ل 100 ليله على 10 لفات. اوكي يا ربي حظ بيض، حظ بيض بيض. يلا بلو وقت الحمى. دايم اوكي لفه ب 60 شباب، لفه ب 60 لازم نلحق عنه شباب. ان شاء الله يطلع لنا قبل ربع ساعه. ان شاء الله بيطلع، ان شاء الله بيطلع. روح دايم ول ما قدرت يطلع لي سكيل بنت ولو. والله شباب رجعنا. يا ربي دايم اعطوا لي سكيل الشاب يا اخي، طلع لي سكيل بنت ثلاث مرات شباب. ول انا الهمبرجر كمان مره طلعت لي يا اخي. يا الله بليز. يلا شباب انا حاسس انه يلا ما يطلع لنا يا جماعه، يا ما عم يطلع يا جماعه. خلص انا بلشت اضرب واحد لفيت لشوف ما طلع لنا شباب. باخر 14 دقيقه لازم نلحق، لازم عليه تخفيض اسطوري معلم.
وعلى صندوق ايكي دراجون باللوز. يا ربي يلا اسكر هذا. هي لك ليش يلا. ايوه لا حول الله. يلا 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 يلا. هي رقص الدي جي. والله يا جماعة الفترة الأخيرة وضعي بالأحداث يعني عن جد مو باللوز. أتابع البسوس بفهم علي معلم. طب أنا دائما كل شيء بفهم يعني فهمين علي شباب. فهمين علي شو صار معي الفترة اللي فاتت. يلا ولو عطونا السكين يا الزلمة. يلا وال النينجا البنطال. يا ربي يا ربي. يلا هاي هي. وال 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 شباب هذول هذول معلم. ما عارف شو عم بيصير. لا مو طبيعي. اضرب والله يا جماعة. خلاص انا ما بدي. لا شباب باخد 13 دقيقة يا اخوان. 13 دقيقة ديام. يلا ولو لا حول قوة الا بالله يا اخي. ما هو الوقت الحماية يا سلام. يلا يا برو ياي. ما ضبطت معنا. اوكي عمل ريفريش. عمل ريفريش ونضرب حظنا نشوف كيف معلم. واخير وعال ما هو كان لازم علي ان عمل ريفريش ولا شلون. ديام برو بلوز. وين هي وين بجيبنا كوم. هيك بجيبنا. شو بجيبنا وين بجيبنا ابو السكين شباب. وين هي الوضع معلم. اي بطلع من هون. حابب اشوف الافكت يا جماعة. هيك جبنا السكين. حابب اروح اشوف الافكت تبع السكين شباب كيف هو كده حيكون. اصبر شوي. هول هولي هذا السكين معلم يعني بتمشي هيك بيكون القناع مكسور طرفين. والله شي باللوز يا جماعة. اصبر شوي ندخل نشوف السكين نجربه. وش سكين البنت ضروري شباب نجرب سكين بنت اول شيء. طول بالك معلم. اول شيء الليجز يعني بعدين الجنتلمان. فهمت علي شلون. ليتس جو نعمل تزويد ونشوف الوضع معلم داخل التدريب كيف راح يكون. نشوف خاصيات هذا السكين. صح شباب سكينين حلوين الصراحه. ماشي شيء هذا. ما فيه ميزه الاختبار الحقيقي. اوكي تعال ندخل شيء على الساعه التدريب ونشوف شكله معلم. وليتس جو. اوكي بوي هذا هو السكين البنت يا بنات. طبعا في كثير شباب لعبوا بسكنات البنات بس ما بعرف كيف بيعرفوا يعني. اعطونا الطريقه معلش شلون عم تقدروا تلعبوا بسكنات بنات وتلعبوا بشخصيه بنت يعني باختصار. حبيبي والله يعني عن جد عن جد عن جد انا دائما بجرب وما بتصير. بس رح نشوف رح ارجع احاول. ولا شباب رح نلعب سكن الشاب معلم. نرجع ماكسي من هون. خزنه من هون. نضغط على اخرى من هون. على حاسبات من هون. نضغط هون من هون. نعمل فتح من هون. ونعمل تسويت من هون ونشوف الوضع معلم كيف راح يصير من هون. او ماي جاد. والله صراحه شباب هذا السكين شو الحلو فيه شباب. هذا هي الافكت اللي نلعب فيه. افكت شباب فيه افكت الظاهر. شوف القناع تبع معلم. ايش قاعد بيطلع على اليسار هيك معوج وجهه معلم. ايش قاعد بيطلع على اليسار معلم. ايه ايه معلم حبيبي. هون طلع امامك. جلس 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 راسك. اها جلست له راسه معلم. لا يا اخي عم طلع على اليسار خذ معلم. ما بيصير هيك. اوكي شباب هيك بقول عن السكين الشاب هذا مثل والله يا جماعه انا بكون بصحصح بكير معلم داخل بكون داخل بألف حيط. خلينا ندخل نشوف الوضع معلم. نجهز نتحمل اصابعنا معلم اليوم ليومنا بفري فاير شباب. دائما معلم كل يوم لازم تدخل تدريب تحمل اصابع معلم. ضروري ضروري ضروري. هتشوف تضبط ما تضبط. تعمل هيك وهيك هيك مثلا هيك مثلا هيك مثلا شو راح ابلعب هيك مثلا بربر معلم. شو بتعرف شلون وين مثل حبيب والله. كم بيبي كم. تعالوا المعلمة فرجيكم نشفيكم شوي. تعالوا هيك مع 700 دمي 130. اي لك لا معلم اكلنا قندرة من 7 معلم. والله شباب ما انا بصحصحين منيح. طول بالك يا بوي. تعالوا خلاص معلم جبنا احلى هيد شوت لليوم شيء باللوز حبايبي. كيف الله يسعد ليكم. مرحبا اطول عليكم بالمقطع كثير شباب. ان شاء الله استمتعتوا معنا واستفدتوا معنا وقضيتوا وقت حلو حبايبنا معنا. شكرا لكم كثير لوجودكم معنا. شكرا كثير لكم.
بحبكم بزاف، يومكم سعيد، نلتقي على اللايف ستريم شباب بعد شوي على العصرية إن شاء الله. سلام عليكم.